بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة مجهول معلوماتي. في هذه الحلقة وبناء على طلب أحد متابعي قناتي، سوف أقدم لكم اليوم كيفية تحميل وتثبيت وتفعيل لعبة Age of Empires 3. فإذا كنت من محبي ألعاب الحروب فهذه اللعبة ستنال إعجابك بالتأكيد، خصوصا أنه بإمكانك تشغيلها على الأجهزة الضعيفة والمتوسطة. وقبل البدء في الشرح، إذا كنت ترغب في المزيد من الألعاب، قم بطلب ألعابك المفضلة من خلال قسم أطلب حلقة، والذي ستجد رابطه من بين الروابط الموجودة في أول تعليق على هذا الفيديو. إذن كل ما عليك القيام به هو تحميل اللعبة من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل التدوينة الخاصة بهذا الدرس، وطبعا رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف إذا كنت على موقع يوتيوب. مباشرة بعد الانتقال إلى هذا الموقع، يكفي فقط أن تقوم بالنزول إلى أسفل هذا الموقع، بعد ذلك سوف تجد خيار التحميل، تقوم بالضغط عليه. مباشرة بعد ذلك سوف تفتح معك صفحة جديدة، وهكذا سوف تبدأ عملية تحميل اللعبة على حاسوبك. بعد تحميل اللعبة مباشرة سوف تجدها على شكل ملف مضغوط، كل ما عليك القيام به هو فك الضغط عن هذا الملف، ثم ستستخرج مجلد على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم بفتح هذا المجلد، ثم تقوم بالضغط على ملف Setup من أجل استخراج ملفات اللعبة. بعد ذلك سوف تستخرج ملف بعنوان Main، تقوم بفك الضغط عليه. للإشارة فقط، هذا الملف بصيغة الايزو، إذا لم يظهر لك على شكل ملف مضغوط ما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الوينرر، بعد ذلك تقوم بالتعليم على ايزو من أجل أن يظهر هذا الملف على شكل ملف مضغوط. بعد ذلك تقوم بفك الضغط عليه في مجلد مين، ثم تقوم بفتح هذا المجلد، ثم تقوم بالضغط على ملف سطف من أجل تثبيت اللعبة على حاسوبك. سوف تفتح معك واجهتك كمسؤول، تختار يس، وهكذا سوف تبدأ عملية تثبيت اللعبة على حاسوبك. من خلال هذه القائمة تقوم باختيار اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على سبيل المثال، ثم تضغط على OK. بعد ذلك مباشرة سوف تظهر معك واجهة بهذا الشكل، تضغط على Next، ثم أيضا Next، أيضا Next، ثم أيضا Next، وانستال، وهكذا سوف تبدأ عملية تثبيت اللعبة على حاسوبك. إذن بعد الانتهاء من التثبيت تضغط على OK على هذه النافذة، ثم تضغط على Next، أيضا تضغط على Accept، ثم Next، ثم هنا تقوم بكتابة اسمك الشخصي، وهنا تقوم بكتابة أي شيء لا يهم، ثم تضغط على Next، هنا تضغط على Install Now، وسوف تبدأ أيضا عملية تثبيت هذا البرنامج والمتخصص في تشغيل اللعبة على حاسوبك. كل ما عليك القيام به هو الانتظار حتى ينتهي هذا التثبيت. أيضا سوف تظهر معك هذه النافذة مجددا، تضغط على Next أيضا، ثم I Accept، ثم Next، ثم هنا تقوم بكتابة أي شيء لا يهم، Next، Install Now. بعد ظهور هذه النافذة، إذا لم يكن لديك ملحق DirectX تقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم الضغط على Finish. أما إذا كنت قد قمت بتثبيت هذه الملحقة مسبقا في إحدى الألعاب، أو قمت بتثبيتها بشكل مستقل، سوف تضغط على Finish مباشرة، وهكذا تكون قد قمت بتثبيت اللعبة على حاسوبك. وننتقل الآن إلى مرحلة التفعيل، كل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى المجلد الذي قمنا من خلاله بتثبيت اللعبة، ثم تقوم بالذهاب إلى مجلد المين. إذا نقوم بفتح هذا المجلد، المجلد الأول نقوم بفتحه، ثم نقوم بنسخ هذه الملفات. بعد ذلك نذهب إلى مسار تثبيت اللعبة من خلال الضغط على أيقونة اللعبة على سطح المكتب، ثم تضغط على Open File Location. بعد ذلك مباشرة تظهر معك ملفات على هذا الشكل، طبعا قمنا بالدخول إلى مجلد بين كما تشاهد، ثم تقوم بلصق هذه الملفات في هذا المكان. إذا في هذه النافذة تقوم بترك العلامة في هذا الخيار، ثم تضغط على Copy at Home Plus. مباشرة بعد ذلك تضغط على Continue، وهكذا سوف تتم عملية استبدال الملفات وتفعيل اللعبة مباشرة. وهكذا يمكنك تشغيل اللعبة من خلال أيقونات اللعبة على سطح المكتب. إذا إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الشرح. إذا كنت أول مرة تشاهد مجهول معلوماتي، لا تنسى الاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك هذا الفيديو. كذلك لا تنسى تفعيل الجرس من أجل أن تتوصل بجديد الحلقات التي ننشرها على قناتنا. إذا ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة مجهول معلوماتي.